اتفضل. انا اتجوزت وكان معايا بنتين 15 سنه و11 سنه وطفل 7 سنين. اللهم بارك عليك. زوجتي الجديده بتقول عيالك ما يخشلوش حجره النوم عندي في اي طيب وقت. طيب دي كلامها كده مظبوط ولا مظبوط. لا لا، حقها الكلام ده هي ولا من مش من حقها، حقها؟ من حقها. من حقها ان عيالي ما يخشوش، خالص البنتين والولد من حقها ما يخشوش غرفة نومها يا أخي الخاصة، وسينقل الأمها، يا أما لابسة فستان أحمر، يا أما لابسة لا قميص في نوم، اوقات يا أما غير شكل بالليل، يعني بالليل هكذا. طبعا ما يخشوش. أنا بقول لك الآن المفسدة بتتأتى من ماذا؟ أن البنت الصغيرة 11 سنة تذهب لأمها، يا أما خالتي مرات أبويا عندها قميص نوم أحمر قصير يا أما، وتبصف لأمها، تخلي أمها تنجن. وده أسرار بيوت، لا تدخل.